طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت مع الناس، قلنا ان احنا الكورس ده الكورس الوحيد من خلال الكورسات بتاع الثانيه والثالثه والرابعه حتى الترم الثاني اللي بيتكلم على الداينامكس بتاعه الماشين. الداينامكس يعني معناها ايه؟ ان انا هاخد المراحل بتاعه الترانزيت معايا في الايه، في الموديلنج بتاعي. انه قبل كده في ثانيه وثالثه كنا بنتكلم على الايكويفالنت سيركت. الايكويفالنت سيركت دي في الحقيقه هي الستيدي ستيت ايكويفالنت سيركت، يعني بمثل السيستم فيه الستيدي ستيت. قلنا مثال بسيط كده الكاباستور على سبيل المثال عشان تفهموا الفرق ما بين الاثنين. الكاباستور في المعادلات بتاعته في الدي سي احنا بنعتبره ايه؟ اوبن سيركت، تمام؟ في الحقيقه ان احنا لو جينا لما كنت تحلوا كده في الاناليسيس في السيركتس او في حتى في الرياضه كابلكيشن، لو حطينا باتري وريزيستنس في الكاباستور، المعادله بتاعه الفولتج على الكاباستور كانت بتساوي بتساوي قيمه الفولتج هنا اللي هو الماكسيموم ده، تمام؟ في واحد اي تو ماينس اي على ار سي، وار سي ده كنا بنقول ان هو ايه؟ التايم كونستنت بتاع الشارجنج بتاعه. هو اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان الباتري دي بتقعد تتشارج في الكاباستور لغايه ما الفولتج عليه يوصل لنفس قيمه البوكس بتاع الباتري، فساعتها التيار قلنا بيساوي ايه؟ صفر. وبالتالي بنقول ان في الستيدي ستيت يعني بعد فتره الترانزيت في الستيدي ستيت الكباستور ده بعتبره ايه؟ اومن سيركت. فالاناليسيز اللي احنا كنا بنعملها على كل الماشينز قبل كده في الحقيقه هي كانت بتتكلم على مرحله الستيدي ستيت. الكباستور ده التشارج بتاعه والكيرف ده اللي هو عباره عن كيف بتساوي انفينيتي خمس مرات من الار سي على سبيل المثال، بيكون اوبن ايه؟ البوت مستقر عند كيرف البي ماكسيمم. كان الاناليسيز بتاعتنا دايما بتبقى في ايه؟ الكورس ده لا، الكورس ده بيتكلم عن معادله رياضيه كامله بتعبر عن الماشينز بما فيها الفتره بتاعت الحقيقه الابلكيشن بتاعتها. عشان الناس زي ما بنقول الكورس ده فيه رياضه كتير، فيه شغل ماتريسيز وشغل تريجونومتريك، فالناس يعني بتحس انه رياضه كتير. طب ايه الفايده ورا القصه دي؟ الفايده ورا القصه دي اللي هو في الحقيقه فاينلي كده بيصبوا فيه التطبيقات بتاعه الالكتريكال درايفز، بيصبوا في التطبيقات بتاعه المحركات الكهربائيه اللي هي طبعا اصبحت يعني علم يعني من 40 50 سنه الناس بتستخدمه عشان كنترول على اي بروسيس. طيب ايه اللي بيحصل في عمليه التحكم على الالكتريكال درايفز؟ في تغير كتير، في راجل بيغير سيت بوينت كل شويه، بيغير السرعه، بيغير البوزيشن على الدرايف، فبالتالي معناه ان انا بتعرض لمراحل الترانزيس دي بشكل كبير. ما ينفعش ان انا الاناليسيز بتاعتي تبقى معتمده فقط على الجزء بتاع الستيدي ستيت. انا لو عايز اعمل سيميوليشن للماشين دي واجرب الكونتريبيوشن او الجزء بتاعها في الكنترول سيستم، بفتكر في الكنترول سيستم السنه اللي فاتت كنا بنتكلم على ان احنا عندنا سب سيستمز، واحده من السب سيستمز بتاعت الكنترول ديت هيبقى جزء منها الايه؟ الموتور بتاعي او الماشين بتاعي، تمام؟ الماشين دي لو انا مش كاتب لها المعادلات بتاعتها الرياضيه اللي بتعبر عنها اللي هي في الغالب ديفرنشال والجبريك ايكويشنز، انا مش كاتبها صح يبقى انا مش بمثل الايه؟ الماشين صح. ده مش معناه انه مفيش درايفز بتعتمد على السيدي ستيت، قلنا انه في ما يقدرش الماشين على سبيل المثال في كنترول بيسميه في على اف كنترول. الفي على اف كنترول ده في الحقيقه بيعتمد على الكاركترستيك بتاع الاندكشن ماشين اللي هي عباره عن الكيرف اللي احنا بنرسمه من المعادله بتاعت الكيرف، تمام؟ وبيقول ان انا لو انا عايز اعمل كنترول انا اقدر اشيفت الكيرف دوت لمجموعه كيرفز وان انا اغير الفريكونسي، بس وانا بغير الفريكونسي محتاج ان انا اغير الفولتج بتاعي بنفس النسبه عشان احافظ على ده، ينطبق على ان كان احرص على الفلكس ثابت عشان اقدر احافظ على الماكسيموم بتاع التورك ده ثابت طول الوقت، تمام؟ فالكلام ده موجود، بس ده بنقول عليه اوبن لوب كنترول سيستم اللي هو فيه العمليه بتعتمد فقط على الموديل هنا والبيهيفير بتاعه في الستيدي ستيت بيبقى كويس. مشكله الناس ان هو في الفترات بتاع الترانزيت اللي زي كده اللي هي زي ايه ترانزيت؟ زي الاوبريتور غير السيت بوينت بتاعه، تمام؟ فالموتور المعادله اللي بتحكم لي في الموتور التورك بتاع الموتور ناقص تي لوج يساوي جي دي اوميجا باي دي تي. يعني انا عمليه التحكم بتاعتي في الحقيقه في السرعه اللي بقدرها اتحكم في البوزيشن هي في الحقيقه بتيجي من ان انا بتحكم في التورك بتاع الموتور، تمام؟ طيب الراجل عايز يغير في السرعه عند الستيدي ستيت المفروض التورك ده بيساوي التورك ده، فمعناه ان الاكسلريشن اللي هي دي اوميجا ودي تي بتساوي صفر، يعني معناها السرعه ثابته عندي، تمام؟ طب الراجل دلوقتي عايز يغير السرعه او كان عايز يغير البوزيشن فعايز يحرك الموتور، برضه معناه ان هو عايز ايه؟ يغير في السرعه. طيب بيعمل ايه؟ بيتحكم في قيمه التورك اللي هتشتغل عندي
عشان يزودوا عن التي لود. لو هو كان عايز يزود السرعه، لو عايز يقلل السرعه يقللوا عن التي بتاعت اللود لغايه ما يوصل لاوبريتنج بوينت، نقطه جديده يلتقي فيها تي ام بتساوي تي لود بس عند الايه؟ الاوميجا ميمو، عند السرعه الجديده اللي هو عايز يوصل. المرحله دي مرحله ترانزنت، المعادله الرياضيه اصلا اللي عندي هي معادله تفاضليه، تمام؟ مرحله ترانزنت بتحصل نتيجه تغيير السيت بوينت، او ان يكون حصل عندي اصلا تغير في اللود. لما يحصل عندي تغير في اللود بس انا كنت عايز اشتغل عند سرعه معينه، ده معناه ان انا لازم اتبعه ان انا اغير في التورك برضو عشان في الاخر يحصل ايه؟ البالانس ما بين التي ام والتي ال عند نفس السرعه اللي انا عايز ايه؟ اثبتها. فالمراحل بتاعت الترانزنس دي موجوده بشكل كبير جدا في الالكتريك درايفز، وبالتالي الجزء ده من الدراسه بتاعت الالكتريكال ماشينز مختص بان نحط الاكزاكت موديل بتاع الماشين اللي هو انكلودنج فيها الدايناميك طبعا والستيدي ستيت مع بعض. طبعا يعني من الحاجات اللي احنا هنشوفها مع بعض في بعد كده لما نيجي نتكلم عن الموديل، احنا كان عن تو مودلز اللي هو بتوع الاندكشن ماشين والسنكرونس ماشين، وهنتكلم عن حاجه اسمها ريفرنس فريم ثيوري. هي في الحقيقه اللي هنبدا بيها الريفرنس فريم ثيوري اللي هي بتقول ايه؟ بتقول انا احط المعادلات الرياضيه بتاعه الماشينز، بس لما بحطها بالشكل دوت فيها كومبلكسيتي عاليه. الكومبلكسيتي العاليه دي معناها من ايه؟ هنشوف انه في اعتماديه على الاندكتور في الاندكتنس ما بين الوايندنجز بتاعه الماشين، بيعتمد على البوزيشن بتاع الروتر، بيعتمد عليه بساين وكوساين فانكشنز. فبالتالي المعادلات الديفرنشال دي وانا بحلها فيها مشكله كبيره، ان الكوفيشنز بتاعه المعادلات الرياضيه التفاضليه هي كوفيشنز فانكشن في السيتا ار اللي هي البوزيشن بتاع الروتر، اللي هي نفسها فانكشن في الزمن. السيتا ار دي عماله تتغير مع الوقت، تمام؟ فده بيزود الايه؟ الكومبلكسيتي بتاع المشكله. فالناس فكرت على نشوف هنا اكزامبل سريع كده لبعض الاكزامبل، الناس اللي فكرت ازاي تعمل سمبليفيكيشن للمشكله بتاعته عشان يقدر يحل المعادلات التفاضليه دي. وفي الاخر لو ان كل المحاولات بتاعت الناس دي سواء طبقوها على اندكشن ماشين سنكرونس او غيره، لو انها كلها بتصب في نظريه واحده اللي هو عشان كده سموها ريفرنس فريم ثيوري. هي نظريه واحده ثابته للكل، بس هو كل واحد وصل لها بايه؟ بطريقه مختلفه. يبقى احنا الكورس بتاعنا عباره عن ريفرنس فريم ثيوري اللي احنا هنتكلم عليها هنا، وبعد كده هنتكلم على الموديلنج بتاع الثري فيز اندكشن ماشين، بمعنى ان انا احط الموديل بتاعه في الفيزيكال سيستم اللي هو الاي بي سي، يعني احطه زي الماشين ما هي فعلا فيزيكال كونستراكتد، تمام؟ بعد كده اشوف بقى ازاي اطبق عليها ريفرنس فريم ثيوري عشان اقدر ابسط المعادلات اللي هي التفاضليه والرياضيه بتاعه الماشين واوصل لحلول اسهل. سنكرونس ماشين عندي هنطبق عليها نفس الكلام الموديل في الاي بي سي، وبعد كده نطبق عليها الايه؟ يبقى ده المثال الثاني بتاعنا اللي هنطبق عليه الريفرنس فريم ثيوري. في جزء دكتور خالد ان شاء الله هيكتب معاكم فيه اللي هو الدايناميك برفورمانس بسنكرونس ماشين، هو بعيد شويه عن القصه اللي احنا بنقولها ديت. هو بيتكلم على ازاي الناس بتحسب الترانزنت والسب ترانزنت رياكتنس بتوع السنكرونس ماشين اللي انتم كنتوا بتستخدموهم تقريبا في الباور سيستم، هتعرفوا في الجزء ده من الكورس هو جزء صغير على ازاي ايه الناس بتعمل الكلام ده في دايناميك تيست، يعني بتطلع قيمه الايه؟ الاكس داش والاكس دبل داش، اكس دي داش والاكس دي دبل داش، تمام يا شباب؟ مين هوايل برضو ودكتور خالد برضو مشاركنا في الموضوع ان احنا نحاول الزامبلز اللي هي بتاعتنا في الكورس القصه بتاعت الريفرنس فريم ثيوري ان انتوا تعملوا بعض الابلكيشنز على الماتلاب سيمي لينك عشان برضو تقدروا ايه تستشعروا اهميه الجزء. زي ما قلنا الجزء ده جزء حاجتين اساسيين في التطبيق، سيميوليشن الناس اللي بتعمل ريسيرش بيعمل سيميوليشن للماشين طبعا للسيستم كامل عنده، جزء منه هو الماشين عشان يقدر يتست الحاجات اللي هو بيعملها، يعني عمل اضاف حاجه في ثيوري في الكنترول، عمل تغيير في حتى الديزاين بتاع ماشين او غيره، فيتست الكلام دوت على السيميوليشن قبل ما يروح يطبق الكلام ده ايه في المعمل، فيبقى عنده نتائج متوقعها من غير ما يعمل مشاكل كبيره في الايه؟ في الريال سيستم. في الحقيقه كمان يعني انا شخصيا اشتغلت على حاجه اسمها دي سبيس، دي بتربط ما بين السيمي لينك وما بين الريال سيستم. في سيستم اسمه دي سبيس، وفي الاخر ديجيتال سيجنال بروسيسنج سيستم، يعني كونستراكتد معمول بيزد على دي اس بي، بس كمان في انترفيس لي الانترفيس ده عشان يقرا من الماشين، بيقرا التيار والفولتج والبوزيشن بالانكودرز وكده. وفي نفس الوقت طبعا مين اللي بيبرمج الدي اس بي دوت؟ هم عاملين الكومبايلر بتاع الدي اس بي دوت يفهم من السيمي لينك، فانا ببني الموديل بتاعي في السيمي لينك، في ليها تول بوكس بتاعت ريال تايم سيستم انبوت والاوتبوت،
عشان يقدر يتفاهم مع الماشين يقرا الحاجات الانبوت والاوتبوت. السيميليشن بتحصل يعني تقدر تبني كانك انت بالظبط بتبني الكنترولر بتاعك جوه السيميليشن، تحط البلوكات بتاعتك بتاعت السيميليشن تبني الكنترولر. بس بتطبق فين بقى؟ احنا ممكن نطبق الكلام دوت على الموديل نفسه. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ انا بتكلم على الكنترولر اهو، وبتكلم على الدرايف، وبتكلم على ماشين، تمام؟ ودي كلها ممكن تبقى موديل بتستعمل في شويه ريدنجز ترجع هنا للايه؟ سواء هنا او من الدرايف وهكذا. ده بيعمل ايه؟ ده كنترولر انا بقول له سيت بوينت معينه فهو مؤثر على الدرايف، بيبعت له شكل سيجنال معينه، الدرايف ده يغير الموديل والفريكونسي على اطراف الماشين عشان يحقق بوزيشن، يحقق سبيد، اي حاجه دي مطلوبه. ده كله ممكن يبقى سيميليشن، يعني سيميليت الكنترولر وسيميليت الدرايف وسيميليت الماشين. اللي انا بقول لكم عليه بقى ان هو ممكن يبقى الكنترولر تبع شويه اي حاجه، يعني الميجرمنتس عندي ان هو كده بتاعت الميجرمنت، البلوكات دي والبلوكات دي الاوت، خلينا نقول الميجرمنت. اللي انا قلته اللي كان مرسوم قبل كده ده سيميليشن، انا بعمل بيور سيميليشن، حاطط الموديل بتاع الماشين، حاطط الموديل بتاع الدرايف، حاطط الموديل بتاع الكنترولر وشغالهم مع بعض واشوف البيهيفير والبرفورمانس بتاعي، الطيارات بتاعت الماشين شكلها ايه، السبيد وهكذا. لكن اللي انا الجزء اللي انا بقول عليه ده باستخدام حاجه اسمها الدي سبيس، الفكره ان انت بتسيميليت تبني الكنترولر بتاعك مع شويه بلوكات ثانيه للاوت وشويه بلوكات للانبوت، اللي هي زي ايه؟ يعني زي قيس الكرنت، قيس الفولتج، بيقيس البوزيشن، بيقيس السبيد. تمام؟ دي هي سلحة حقيقية على درايف وماشين حقيقيين، بياخدهم يديهم لي الميجرمنت بلوك على السيمي لينك، يبني جوه السيمي لينك الكنترول بتاعه، تمام؟ وبعدين يطلع الكلام ده اوت على اطراف الماشين اللي هو في الحقيقة بيطلعه للبالس ويتس ميديتور. لو حد سمع منكم على البالس ويتس ميديتور اللي هو الحقيقة اللي بيشكل الفولتج بتاع الدرايف في الاوت. فيبقى هنا دول بيسموهم ريال تايم بلوكس، يعني دي بتقرا من الريال سيستم اللي هو عباره عن ماشين حقيقيه ودرايف حقيقي، وبيكتبوا للدرايف برضه الحقيقي اللي هي البالسز ديت، تمام؟ لكن الكنترول معمول فين على السيميليت؟ هو بيبسط العمليه علينا احنا ان انا اقدر اشتغل على السيميليت. ما عندناش احنا المثال دوت هنا اهوت، يعني بس انا بديكم امثله لاستخدامات الكلام ده، ان انا بيبسط على الناس اللي هي البرمجه، بدل ما يبرمج اف بي جي اي مثلا او يبرمج الدي اس بي بايده ويقعد يكتب كود، هو بيبرمجه على ببلوكات سيمبل بتاعت السيمي لينك، والسيمي لينك دوت تقدر تداونلود منه دايركت على الدي سبيس دوت ويعمل عمليه الكنترول على الماشين. ده احد الامثله الاساسيه. والمثال الثاني زي ما قلنا بيورلي النظريات بتاعت الالكتريك درايفز بيزد على الدايناميك مودلز، يعني مش هقدر اعيد طبعا الجزء ده ثاني اتكلمنا عليه شويه باستفاضه المره اللي فاتت، لكن في كورس سبيشال في الدراسات العليا على ازاي ان انا المودلز دي منها لما بروح للريفرنس فريم ثيوري في الدي كيو بقدر ايه اعمل نظريات مختلفه زي الفيلد اورينتد كنترول والدايركت توك كنترول وخلافه. طيب والكورس طبعا زي ما احنا عارفين 30 و70 ال 30 15 10 5 الحاجات دي كلها تقدر تبص عليها. المهم الريفرنس بتاعنا هو ريفرنس وحيد، وده ريفرنس امريكان بتاع كلاوس. نقطة مهمة بس تعرفوها هنا انه في اثنين كونسبتس في الريفرنسز ديت. الريفرنس الامريكاني ده بيتعامل بكيو دي ريفرنس فريم اللي احنا هنشتغل بيه هنا هو دوت، تمام؟ وفي ريفرنس انجليزي مخالف ليه. يعني لو افترضنا ان هنا في الكلاوس ده بيفترض ما يسمى بالكيو دي، هنعرف يعني ايه كيو دي يعني بعدين، بس عايز اقول ان هو الفرق ايه. لو افترض ان الكيو او الكيو بتاعه هي الريفرنس هنا ده اللي احنا بنشتغل عليه، والدي دوت لاجن جديد، فده سيستم. هتلاقوا في ريفرنس ثانيه احنا ملتزمين بالكتاب ده، بالكتاب ده كل شغلنا يعني، بس اقول لكم مقارنه بالريفرنس ثانيه لو حد بص على حاجات ثانيه هيلاقي ان بياخدوا دي ريفرنس والكيو دي هو الريفرنس بتاعه، والكيو ممكن سبعة ممكن متأخرة بغض النظر عن الكيو، بس دي هي الاكسس اللي بعتمد عليه، اللي بعتبره الزيرو بتاعي، وهو اللي بي ايه بي بيريليت لي الحاجات التانية. هنا بيعتبر الدي اكسس هو الريفرنس بتاعه بيريليت لي ايه الحاجات التانية. ده يعني موست لايك الناس السيستم الانجليزي، يعني ده السيستم اللي احنا بنشتغل ورا حد في يوم. تمام. طيب القصه سريعا بقى ايه الموضوع؟ ان احنا عم بنتكلم على دايناميك موديل، يعني انا عايز اكتب المعادلات الرياضيه زي ما اتكلمنا في الاوتوماتيك كنترول سيل فاليد. بكتب المعادلات الرياضيه بتاعت الحاجه اللي عندي، كان عندي الكتريكال سيستمز، ميكانيكال، الكتروميكانيكال،
هيدروليك ايا كان السيستم اللي قدامي اكيد في معادلات رياضيه بتوصفه اقدر اكتبه. هنا الماشين بالنسبه لي ولو افترضنا ان احنا بنتكلم على فيكس وايند ماشين ثلاثه في الاستيت وثلاثه في الروتر، انا بتكلم على ست معادلات تفاضليه عباره عن ايه؟ بتقول لي ان الفولتج لاي وايند يساوي الريزيستنس في الريزيستنس بتاع الوايند دي في التيار الماجيك زائد التفاضل بتاع الفلكس لينكس دي ايه معزل اللي هو معدل تغير الفلكس. فانا بتكلم على فيزا ايه بتاعت الاستيتو او بي او سي او دي واطبق الايه المعدل ده. تمام، المثال اللي قدامنا مثلا ده اللي هو بتاع بتاع الاندكشن ماشين على سبيل المثال، ثلاثة وايندنج في الاستيتو ثلاثة وايندنج في الروتر، الوايندنج ليها ريزيستنسز موست لايكلي لو احنا بنتكلم على ده او عامة يعني بنتكلم على الهيلث سيستم المفروض ان تكون دي الوايندنج دي كلها بالانس الوايندنج ليها نفس الريزيستنس وليها نفس عدد الكروس. طيب يعني انا مثلا لو مسكت فيه زي كده وجيت اكتب الفلكس لينكج بتاعها وده الشكل بتاعنا هنا هو اللي بيمثل لي الستيت، هو طبعا عامل هنا ده كده شويه ده ده مايل عايز يقول لي ان الروتور بيتغير هو كان البوزيشن بتاعه ما هوش ستيشنري. طيب الفلكس لينكج بتاع اي وايد الفلكس لينكج بتاع اي وايد عباره عن الاندكتنس بتتغير، الاندكتنس هنا بقى عباره عن ايه؟ عندي السيلف اندكتنس بتاع الوايد نفسها بعدين عندي ميوتوال اندكتنس مع الوايد الثانيه تمام اللي هي عندي في الستيت وفي اثنين وايندز هيعملوا ميوتوال اللي هو شغال على ايه؟ او بي هنا تمام، يبقى عندي ميوتوال مع سي وميوتوال مع بي وعندي كمان ميوتوال مع الاي بي سي بتوع الايه؟ بتوع الروتر تمام؟ مفيش مشكله ان احنا مع اللي احنا اللي هنشتغل عليها لما نيجي نكتب المودلنج بتاع كل ماشين ده عارف بقى الاندكتنس بس هو فاضل ان احنا بنتكلم على الاندكتنس بتاعت الفيزا نفسها اللي هي ان هي ستيشن اللي هي في مسافه تمام، يعني الكوفيشنت اللي هو بنسميه هنا ال اي اس اي اس ده ثابت ال ال اي اس بي اس هنلاقي انه بيعتمد على الانجل ما بين التو وايندز، التو وايندز دول ريلاتيف لبعض ستيشنري هو عامه طبعا الستيبر مفهومنا احنا ان هو ستيشنري وما بينهم وما بين بعض الزاويه ايه ثابته اللي هي 120 في السبيس، فبالتالي المتوقع كمان ان الدكتنس مع التو وايندز دول تبقى ايه ثابته اعتمدها تبقى مختلفه عن السيلف وايندنج بس ايه ثابته. لكن مشكلتنا فين بقى؟ زي ما قلنا ما بين الوايندنج على فكره الروتور نفسه زي ما قلنا برضه المره اللي فاتت ان هو كمان ريلاتيف لبعض ستيشنر، يعني لو انا بتكلم عن الوايندنج بتاع البي اللي هي سيلف اندكتنس والميوتال اندكتنس بتاع الاثنين وايندنجز دول برضه معتمد على زاويه دايما ثابته اللي هي دي 120 ايا كان هو بيتحرك بس كلهم بيتحركوا مع بعض فبالتالي الزاويه دي ايه ثابته دايما. فده دي تعتبر ستيشنري ريلاتيف لي الواحد واقف على الروتور وهنا ده ستيشنري في منطقه ان هو الستيت هو الجزء دي المشكله فين زي ما قلنا الميوتال اندكتور سميت اي وايند على الروتور واي وايند على الستيت وعلى الايه؟ الروتور. ليه؟ لان الروتور ده ما هوش ثابت هو بيعتمد دايما على الزاويه اللي عماله ايه؟ بتتغير طول ما الروتور بيتحرك معاه. هنا الكومبلكس اللي بتظهر وهنلاقي ان الاندكتنس دي قيمتها معتمده على كوساين وساين فانكشنز زي ما قلنا معناها انه اللمبه دي لما نيجي ناخدها كده زي ما هي هنعوض بيها في المعادله التفاضليه هنا تمام؟ يعني معناها ان انا هيظهر عندي ان هو جوه التفاضل ده كوساين وساين فانكشن في مين؟ في السيتا ار، السيتا ار دي في حد ذاتها هي كمان اللي هي الزاويه ما بين الروتر والستيتو هي نفسها متغيره مع الزمن. فعملنا لي مشكله في حل الايه؟ المعادلات بتاعتي. الحاجه طبعا المر او المشكله الاضافيه بقى للموضوع دوت ان احنا بنتكلم على ايه؟ انه الست معادلات دول كلهم فانكشن في الست تيارات بتوع الماشين. صح؟ ماشي كده اللمبه اي اس فيها كل التيارات. هات المعادله بتاعت البي هتلاقي اللمبه بي اس في كل التيارات. فبالتالي دول ست معادلات تفاضليه كلهم ما ينفعش تحل اي واحده فيهم سيبريتلي لازم يتحلوا سيمولتينيسلي في نفس الوقت عشان ايه؟ نوجد الستيت فاريبلز. وبرده الحته دي انا معلش انا مضطر ان انا اعيد الكورس للناس اللي حضرت المره بقى اعيد سوري الشرح لانه بس دي المقدمه دي اللي مبني عليها فمش هينفع ان احنا بقيه الناس ما تبقاش عندها فكره. هو اعاده ليك برضه. قلنا ان في حاجه اسمها الستيت سبيس ما اعرفش في الغالب ما بتقولوش لسه اللي بيقول ان اكس دوت بتساوي ايه اكس زائد بي اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايز تحل مجموعه معادلات مع بعض احنا حليناهم مع بعض السنه اللي فاتت بقوات الكنترول للليبير سيستم بالترانسفير فانكشن وقلنا ان في حاجه اعم من الترانسفير فانكشن الترانسفير فانكشن ابلايد على التايم انفيريا او النون
طيب invariant linear linear system. بينما لو انا عايز احل ان جنرال هكتب المعادلات بتاعتي في التايم، هحل في التايم دومين. احنا كنا بنحل في الايه، في الاس دومين، انا هحل في التايم دومين. التايم دومين يعني ايه؟ انا عايز اكتب المعادلات التفاضليه دي كده مع بعض واحلها. طب يتحلوا ازاي؟ الناس اللي انتوا تعرفوها في الستيت سبيس مودلز دي، الناس بتعمل الكلام ده على شكل ماتريسيز او فيكتورز، وبالتالي ايه يقدر يشتغل عليه بالماتريكس الجبرا ويحل ليه المتغير اللي هو عايزه كده. على سبيل المثال عندنا هنا ايه المتغير اللي انا عايز اوجده؟ المتغير اللي انا عايز اوجده الحقيقه هنا الماشين لما اجي اشغلها هيحصل ايه؟ هقوم داخل عليها سباي، انا هتكلم كده بيزكلي على اندكشن موتور في الستاند ستيل واقف، هبتدي اوصل عليه السبلاي اللي هو الايه؟ الفولتج. تمام؟ وصلت عليه الفولتج ما كانش فيه اي حاجه، لا كان فيه حركه، يعني البوزيشن بتاعي زيرو، السبيد بزيرو، والتيارات في الستيت والروتور كانت بايه؟ بزيرو. تمام؟ اول ما ابتديت احط السبلاي بتاعي حصل ايه؟ ابتدى يتكون عندي فلكس في الماشين، وابتدى يحصل انتراكشن ما بين الروتيتنج فيلد بتاع الستيتور والروتور، وابتدى ايه؟ تحصل التورك، ينشا التورك وتتحرك الماشين. تمام؟ فالمتغيرات اللي انا بتكلم عليها دي اللي عايز اوجدها في الحقيقه هي التيارات اللي هتمشي في الماشين، هي دي اللي بتنشا الروتيتنج فيلد، وهي دي الانتراكشن ما بين الروتيتنج فيلد بتاعتها بينشا التورك، فبالتالي يبتدي بقى المعادله اللي هي تي ام ناقص تي ال بتساوي جي دي اوميجا باي دي ام تتحرك في الميكانيكال سيستم. يعني انا في النهايه الفاريبلز المتغيره عندي اللي عايز احلها هي الاي اي اس والاي اي اس والاي سي اس، وما يقابلها في الروتور او حتى الفيلد اللي للمستخدم. تمام؟ زائد دول كمان في عندي الجزئين الميكانيكال اللي هو سيتا ار والاوميجا. طيب يبقى انا الاكس دوت بتاعتي دي التفاضلات بتاعتي اللي هي في الحقيقه لما نعوض عن اللمضه هنا هتبقى التفاضلات بتاعت الطيارات. التفاضلات بتاعتي فانا اتوقع كده ان انا عندي اي اي اس دوت اي بي اس دوت تمام تساوي هحطها على ده اللي انا بدور عليه، انا عايز احطها على الفورم ده بتساوي ماتريكس اللي انا هكونها بيه في الفاريبلز نفسها اللي هي الاي اي اس زائد فيكتور او ماتريكس على حسب الانبوت بتاعي شكله ايه. اللي هو البي ده في الانبوتس بتاعتي ايه هي الانبوتس سو فار؟ يعني اللي خلال دلوقتي مطبقين لنا الفولتج بس بتاعت الستيك، تمام؟ خلال دول البي اي اس والبي بي اس والبي سي اس، بس لان الاندكشن ماشين او لو طبقناها بصفه عامه على اي ماشين ممكن يبقى عندي كمان فولتجز من الايه؟ الروتور. لو انا بتكلم على سكورل كيج تمام في شورت رينجز رينجز عندي شورت سيرك على الوايرنج بتاعت عن وايد بتاع الروتور، يبقى معناه كل دوت المفروض يكون بالفولتج ابلاي تحت. بس ان جنرال الفولتج بتاعت الستيريو والروتور هي دي ممكن تكون الانبوت ايه بتاعتي. تمام؟ هنا في ماتريكس اسمها بي انا محتاج انا بقى عايز اوصل لايه؟ انا عايز احل المعادله دي اللي هي معادله تفاضليه اللي هي تيارات فولت بتساوي اي اكس التيارات زائد بي في الانبوتس، عايز احل المعادله دي عشان اطلع قيم التيارات. لو طلعت قيم التيارات اقدر اكتب المعادله بقى بتاعت التور اللي هي فانكشن في التيارات وتسيتا ار، ونقدر نحل ايه بقيه الايه فهي الحل بتاع المعادلات التفاضليه دي سيمانتينيسلي بالاخر عشان يوجد لي قيمه الفيكتور بتاع الايه؟ بتاع التيارات اللي هو هنا اللي اسمه ستيت سبيس فاريبلز. هي دي الفاريبلز اللي انا عايز احلها، هي دي اللي كان ليها المعادلات التفاضليه اللي انا بالنسبه لي انونز وعايز اوجدها عشان اقدر اوجد الايه؟ البرفورمانس بتاع الماشين زي ما قلت. طيب فالفكره في القصه دي كلها ان احنا زي ما نقول لما بنقول ان احنا الكومبلكسيتي بتاعت الماتريكس A والماتريكس B او في الحقيقه الماتريكس A اللي هي الستيت سبيس ماتريكس هي دي اللي بتعمل مشكله. يعني انا هنا هلاقي الكوفيشن Z هلاقي كوساين سيتا ار وكوساين سيتا ار ناقص 120 يعني جوه الماتريكس دي اللي هي الحاجات المفروض تتضرب في الطياره كده دي هلاقيها فانكشن فين؟ في سيتا ار ومش فانكشن عليها حتى بفانكشن كوساين وساين ايه؟ وساين. الشغل بتاعنا بالريفرنس فريم ثيوري الغرض منه انه يرديوس الباتريسيز دي يقللها قدر المستطاع، يوجد فيها زيروز كتير فبالتالي يقلل الايفر بتاع السوليوشن بتاعها، وكمان ينهي الاعتماديه على الايه؟ على السيتا. في اسئله؟ طيب انا مش عايز بقى الكلام ده، تقدر تقولوا كلام نظري تماما. هو كل الحكايه بيقول لي انه
فاينالي في كل محاولات الناس عملتها اللي هتشوف هنا بارتس ترانسفورميشن ستاندينج كون بيرتون ترانسفورميشن كلها محاولات لكل واحد على ماشين معينه هما الاندكشن والسنكرونس ماشين في الحقيقه بس الطرق مختلفه لغايه ما كل واحد حاسس ان هو كده حل المعادله بتاعته بنوديها لفريم معين تمام. واحد قال انا هاخد المعادلات بتاعه الستيت اوف دي اوديها عن الروتر تمام، فكده انا وحدت الستيت والروتر في مكان واحد. تاني قال لا هاخد الروتر واديها عن الستيت برضه وحطهم في مكان واحد. واحد تاني قال لا انا هاخد الروتر والستيت واوديهم عن فريم تاني مختلف خالص تمام. في الحقيقه اهمهم فريم بيختاروا بيدور بسرعه ان اس اللي هي السنكرونس سبيد اللي هي زي ما قلنا مبني عليها نظريات اللي هي التحكم زي الفيلد اوف انت كنترول. فبالتالي طيب زي ما بقول بس اللي هي المحاولات دي كلها الناس في الاخر لقت ان كل الكلام ده بيصب في موضوع واحد اللي هو بيسموه ريفرنس فريم ثيوري. انه الحقيقه بقى الاحداثيات بتاع النظام زي الاحداثيات اللي خدتها يعني الاحداثيات بتاعت الاي بي سي بتاعتي تمام، دي الفريم اللي انا هختاره الجديد اللي هو بالحقيقه بيختار كيو ودي عباره عن اثنين ايه اكسيز بيربنديكولار لبعض. والمهم ان احنا نعرفه انه في النهايه هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل في المثال اللي قدامنا ده على سبيل المثال هو بينقل الوايرز بتاعته اللي كانت موجوده على الاي بي سي بيوديهم ل دي الكيو والدي هنا فهينقل الثلاثه وايرز دول لاثنين وايرز موجودين فيهم هنا لكن الاي بي سي الاول راحوا للاي بس هنلاقي انه مع الكيو دي دول اللي احنا هنوجدهم هنلاقي معاه كمان حاجه اسمها زيرو سيكونس زي ما هنشوف المعدات بتاعتها. دي نقطة مهمة ان احنا بنتكلموا دوت معناه ان انا لو انشأت ماشين بالشكل ده هتديك نفس البرفورمانس اللي هو ده فيكتيشيس تماما ملوش اي معنى فيزيائي غير ان هو تحوير رياضي للمنظر بتاعك بتاع الاي بي سي اللي هو الفيزيكال الاصلي دي الكيو دي والزيرو سيكونس عشان اقدر احل فيه الفريم ده بشكل اسهل وبعدين ارجع تاني بالانفرس ترانسفورميشن اللي موجود تحت زي ما بنتكلم عليه دلوقتي ارجع بقى لايه الحلول بتاعتي اللي هي الكيو دي للفريم. يعني على سبيل المثال مثلا في الكنترول اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا بنقيس التيارات بتاعت الماشين الاي اي والاي بي والاي سي كونسيبت تمام؟ بيوديهم لفريم بيعمل لهم ترانسفورميشن يطلع الاي دي واي كيو، وبعدين يعمل شويه الكنترول بتاعه مبني على النظريه بتاعته في الاخر عايز يوديهم فين بقى؟ عايز يطلعهم على اطراف الماشين في اي بي سي. الكنترول لما هيشتغل في الدي كيو دوت او الكيو دي دوت هيطلع لي في دي وفي كيو. بعد شويه الحسابات بتاعته بيست على المعادلات اللي عندي اوكي هيطلع لي من الحسبه بتاعته هنا اللي موجود في النص ده هيطلع لي قيمه البي دي والبي كيو تمام؟ طيب اعمل بيهم ايه دول؟ ما ينفعنيش في الماشين في حاجه. محتاج اعمل لهم انفرس ترانسفورميشن عشان اطلع فيهم ايه؟ يلا بيقول الاي بي سي دول الاي بي سي دول هم دول اللي انا محتاجهم فعلا كفولتجز البي اي والبي بي والبي سي عشان اقلعها على اطراف دي في 3 فيز كونكشن. فانا كل حكايه ان انا نقلت السيستم الريال اللي بقى قايسه بتاع البي بي سي عندي وانا بعمل الحسابات بتاعتي او الكنترول عندي او السيميوليشن اشتغلت على البي كيو اللي هو ابسط وافيد زي ما هنشوف في امثله زي ما قلنا. وبعد كده بعد ما اخلص كل شغلي على الكلام ده ارجع ارجعه تاني للريال سيستم على البي بي سي. طيب الكلام ده لو الايكويفالنت ايه؟ الايكويفالنت زي ما قلنا انه بنقل الايه؟ الاي بي سي عندي للكيو اللي هو في الحقيقه اسقاط للتو ال 3 وايرز دول على او 3 اكسس دول للتو اكسس ده تثبته انه ساينز ساينز دي هي الاسقاط بتاع الايه؟ بتاع الاي بي سي على الكيو دي. المعادلة هو يكون ان الكيو والدي والزيرو سيكونس كم بتاع بس انا بتكلم كيو والدي والزيرو سيكونس بيساوي كي اس اللي هي الماتريكس دي موضوع فيه ايه اف اي بي سي والاف المقصود بيها ايه؟ مقصود بيها اي حاجه اي فاريبلز موجود عندي فلكس فولتج كارنت اي فاريبلز اي بي سي ممكن نشتغل عليها. بيقول لي انه اروح للكيو دي زيرو سيكونس ازاي؟ ان انا اعرف في البي اس ديت
الدور رولز بتوعها دول الاوامير بيكافئوا اسقاط الاي بي سي على الكيو والجي. طيب والرو الثالث ده زي ما بنقول ده بيمثل لي زيرو سيكونس. زيرو سيكونس بيساوي ايه؟ زيرو سيكونس بيساوي اف بي زائد اف بي زائد اكس المجموع بتاعتها اللي هو لما بيبقى في الهيلثي كونديشن الكلام ده لو يعني دول ثلاثه الثلاثه دول ما بينهم 120 وبالانس المفروض لما اجمع الفيزور بتاعهم ده كان يدي ايه؟ صفر. لو بتكلم على بالانس كونديشن لو مش بالانس كونديشن يبقى الكلام ده مش هيسبب بس ان جنرال ده تعريف الفيزور. فهو ده اللي حصل قدامنا ايه؟ ايه وبي وسي الثلاثه واخدين نفس الايه؟ بس هو ضايف هنا بقى ايه؟ 2 على 3 ضايف هنا نص. وقلنا ان الاثنين كوفيشنز دول او البارامترز دي في الحقيقه ملهاش اي قاعده الا حاجه واحده ان انا هشتغل بما يسمى باور فاريانت او باور انفاريانت. معنى ايه؟ ملهاش قاعده بقصد ان انا لما انا اقول ان الاف 0 ده بيساوي 2 على 3 في نص في الاف اي زائد الاف بي زائد الاف سي ده يعني انت عرفت دوت اف 0 داش هو زيرو سيكونس مضروب في 2 على 3 في نص من حق ان انا اعمل وده برضه الاسقاط دوت الاسقاط هو كوسانز والساينز بس ال 2 على 3 المضروبه فيها دي انا ضربت في 2 على 3. انا في الاخر بعمل ايه؟ انا في الاخر باخد الاي بي سي دول اوديهم في مكان اشتغل عليه بعدين ارجعهم تاني للاي بي سي. فالمهم ان انا الانفرس ده اللي هي الرقم هو الانفرس ده لكن قيمه ال 2 على 3 اللي بره او النص اللي انا حاططها في الزيرو زيرو دي ما تفرقش معايا في حاجه. بس دي كيس اللي هو اللي احنا قدامنا دي واللي احنا عشان ده الريفرنس بتاعنا شغال كده دي كيس بيسموها باور فاريانت ترانسفورميشن. يعني ايه باور فاريانت ترانسفورميشن؟ يعني الباور المفروض ايه اللي بيحكمني في ان انا اقول ان ده السيستم اللي انا رحت له ده فعلا ايكويفالنت للاكشوال اللي بيحكمني فيه ان البرفورمانس بتاع الحاجه اللي انا بقول ان دي بتمثل لي السيستم تبقى هي نفسها الايه؟ البرفورمانس بتاع السيستم الاصلي. البرفورمانس بتاعنا هنا اهوت معناه باور. فهنا بيقول لي في الباور فاريانت ده الحسبه بتاعت الباور لما اجي احسبها اي بي سي مش هي نفسها خلينا نعكسها نقول ان احسبها كيو دي نو ما هياش نفسها الاي بي سي لو انا طبقت الايه؟ المعادلات الدايركت. بمعنى خلينا نسبق شويه كده نرجع لها تاني اللي هو المعادله لو حسبنا الاي بي سي اللي هي البي اي في الاي اي زائد البي بي في الاي بي زائد البي سي في الاي سي لو جيت تحسب كيو دي عباره عن بي كيو في اي كيو زائد بي دي اي دي زائد بي نوت اي نوت مش هتدي نفس الايه؟ الترانسفورميشن دي ما كانش متراعى فيها ما يسمى بالايه؟ باور انفيرنج. يعني المفروض ان انا لو رايح له يبقى نفس الايه؟ الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم في الاخر ان انا محتاج الحسبه بتاعتي احسبها عشان تدي نفس الباور بيساوي ده بيقول لي 3 على 2 هنا و2 هنا. تمام؟ طيب في حلول ثانيه او في مسائل اخرى؟ في مثال عندكم بيتكلم معاه وفي ريفرنس بيشتغل على كده بقى بيشتغل على ما يسمى بقى الباور ايه؟ انفيرنج. يعني لما اجي احسب الكيو دي نود تطلع هي نفسها الاي بي سي. طيب يعملوا ازاي؟ يعملوا باختياره ليه الفاكتور هنا بنسميه كيو 1 بنسميه كيو 2 نعم اختيار الباور بحيث ان الاثنين اختلف الفاكتور سي بحيث ان في الاخر لما احسب الباور بالطريقه دي يساوي نفس الباور بالايه؟ بالاي بي سي. ماشي؟ فالاثنين موجودين في ريفرنسز شغالين بالباور انفاريانت في ريفرنسز ثانيه شغاله بالباور فاريانت زي الكيس اللي احنا هنشتغل عليه. في الباور انفاريانت في الحقيقه هتشوفوا انه الكي اس ماينس 1 يعني الكي اس ماينس 1 يعني لو عايز اجيب الاي بي سي من الكيو دي نوت يعني حليت وجبت البوتش مثلا بتاعت الكيو دي والزيرو سيكونس عايز ارجعهم للبوتش الاي بي سي اللي انا عايز اطلعهم على الطرف المشين فاطبق ايه؟ انه البي اي بي سي بتساوي كي اس ماينس 1 من البي كيو او اف. طيب في الحاله بتاعت الباور انفاليم بنلاقي ان ده كي اس ماينس 1 هو الترانسبوز بتاع الايه؟ الكي اس. مش ده اللي حصل عندنا هنا؟ عندنا الروز الاولانيه بتكون ترانسبوز فعلا لكن الفاكتور هنا اتغير والفاكتور هنا ايه؟ احنا هنا عندنا مش محافظ على القصه بتاعت الايه؟ الباور. الحاله بتاعت الباور انفيرنج مش الحاله بتاعتي.
الكيس اللي احنا شغالين عليها من الريفرنس ده هو شغال باور فيريانت، فبالتالي زي ما انت شايف الـ KS-1 ما هياش الترانسبوز بتاع الكيس. الحالة بتاعت الباور M فيريانت اللي هو هيختار فيها هنا دول الفاربس 2 على 3 وده بيطلع على الجهاز 2، ساعتها لما تيجي تحسب الـ KS-1 هتلاقي هي بالظبط الترانسبوز بتاع يعني الفاكتور ده يبقى هو نفس الفاكتور اللي هنا ودول هيبقوا واحد على الجهاز 2 اللي هم بتاع الماتريكس الأصلية. طيب احنا ايه اللي هنتكلم عليه هنا؟ احنا هنتكلم عليه ازاي هاخد كل الالكتريكال اليمنتس ممكن تظهر عندي ريزيستنس اندكتنس او كاباستور واوديهم للكيو دي ازاي هنقل الايه الحاجات بالاي بي سي سواء كانت ريزيستيف اندكتيف او كاباستور. طبعا مينلي في الماشينز احنا بنتكلم على ريزيستيف اندكتنس، بس الكاباستور ممكن يظهر عندي زي الحالات مثلا بتاعت الاندكشن جنريتورز. الاندكشن جنريتور انت عارفين ما الاندكشن موتور او الاندكشن ماشين ما هي بروديوسنج دي رياكتيف باور، فلازم لو جيت له سورس يبروديوس رياكتيف باور ويحط الكاباستورز على اطراف الاندكشن جنريتور، فبالتالي بعض الكيسز يعني ممكن يظهر عندي كمان كاباستور في الموديل. طيب بيديني مثال 3 فيز ريزيستيف سيركت اللي هي الريزيستنس ماتريكس بتاعتي لو كتبت ال دي اي بي سي مقصود بيها الفيكتور هنا بيساوي او اس في الاي اي بي سي. هنلاقي بس ان كل البوب ده ريفرنس كده كل حاجات البوب نورمال كده ما هياش مختلف معناها انها ماتريكس، تمام؟ كل الحاجات اللي مش مختلفه دي معناها ان هي دي اليمنتس. اوكي فاحنا بنتكلم هنا على الاي بي سي بيساوي الار اس الريزيستنس في الطريق. انا بتكلم على ثلاث تيارات، الار اس عباره عن الدايجنال بتاعها عليه الريزيستنسز والاوف دايجنال بتساوي صفر، تمام؟ طبعا انا بتكلم عن بالانس سيستم، لو بالانس ماشين يبقى كان المفروض ان دي كلها ريزيستنس واحده قيمتها بتساوي الار اس بتاعتي دي بتساوي 1. طيب ايه اللي انا بعمله؟ كل حكايه ان انا اقول ان انا لو عايز اروح لي كيو دي نوت، كيو دي نوت بيساوي كي اس من الاي بي سي، انا عارف المعادله اللي فوق دي لو ظهر من الشمال في كي اس ماينس 1 يظهر لي كي اس ماينس 1 كيو دي نوت اس بتساوي الار اس دي ماشي برضه طيارة بي بي سي احط كي اس ماينس 1 كيو دي نوت. وبالتالي اقدر اضرب كمان من الشمال في الكي اس فيقول لي المعادله بتاعت الفولتج الجديده في الكيو دي نود هي بتساوي كي اس ار اس كي اس ماينس 1 في التيارات الجديده. يبقى انا عملت ايه كده؟ انا رحت سيستم جديد خالص اللي هو فيه العلاقه ما بين فولتجز كيو ودي ونود. سيستم جديد بتاعي اللي هو قديم للاي بي سي دلوقتي الكيو والدي ونود، تمام؟ الفولتج بتاعه بيساوي ايه علاقته بالتيار؟ بيساوي ماتريكس جديدة قيمتها بتساوي كي اس اللي هي ترانسفورميشن ماتريكس اللي بتاخد من الاي بي سي للكيو دي مضروبه في الار اس اللي هي دايما ماتريكس بتاعت الريزستنس مضروبه في الكي اس ماينس 1. يبقى انا عشان انقل من الاي بي سي دي معلش نستريس عليها هنا في المثال السهل عشان بعد كده لما اروح للكونتاكتور سيستم للمواسم، يبقى انا عشان انقل من السيستم الاي بي سي اروح للكيو دي انا هكتب المعادلات بتاعت الفولتج يعني لو حطيتها للتيارات كل حكايه ان انا هشيل الريزيستنس هناك واحط بدلها الريزيستنس ماتريكس الجديده اللي هي بتساوي كي اس ار اس كي اس اي ماينس 1. ولو كانت عندنا وبالتالي هو ده الكلام الراي اللي هو طب لو كانت عندنا زي ما قلنا بالانسد ماشين يعني الثلاثه واينز 3 فيز اللي احنا فاضلينهم دول فيها الريزيستنس بتاعها متساويه كانت تبقى الكي اس في الار اس الكي اس ماينس 1 هي نفسها الار اس. يعني لو انا عندي بالانس ريزيستنس ماتريكس يبقى هي نفس الريزيستنس ماتريكس دي بتاعت الاي بي سي هي اللي هتربط العلاقات بتاعت الفولتج والتيار في الكيو دي، تمام؟ لو ما كانتش بالانس يبقى لازم ارجع للمعادله الاصليه دي اضرب من الشمال كي اس واضرب من اليمين كي اس ماينس 1 وبالتالي اطلع كلمه ايه؟ الريزيستنس ماتريكس الجديد. هو بيقول لي بقى ان في حاله الانسيماتريكال فيها مشكله انه في الحقيقه احنا بنحاول نبسط المعادله بتاعتنا، بنحاول نتخلص من الاعتماديه على الثيتا والثيتا الاعتماديه على الثيتا ان جنرال، سواء الثيتا دي بنتكلم عن الانجل بتاع الفريم نفسه الثيتا دي
اللي بتحدد لي البوزيشن بتاع الكيو بالنسبه للاي بي سي. دي نقطه بس برضه مركز عليها، انه حته الترانسفورميشن دي اختيار لمين الريفرنس اكسس بتاعي ما هوش ثابت، يعني بمعنى صح ان انا ممكن اختار الاي والبيوس، ان انا جرت العاده طبعا ان اختار فيز اي، ولو بتكلم عن ماشين بيتكلم عن فيز اي بتاعت الستيتو هي دي بتبقى الزيرو بتاعي اللي انا بقيس ايه من الزيرو. فبالتالي احنا شايفينه هنا ان بيختار الانجل ثيتا هي الانجل ما بين اي والكيو في اتجاه الدوران بتاع الماشين. مهم جدا ان انا وانا شغال ما غيرش اتجاهي، يعني انا وانا بعمل ترانسفورميشن للاي في اتجاه الكيو برضه لما اجي اعدي السي والبي لازم تكون في نفس الاتجاه، برضه الاتجاه ما هوش مشكله، يعني ممكن اختار الثيتا والدوران في اتجاه معاكس يعني كده الاتجاه العكسي. بس المهم ان انا اللي هطبقه على فيزا واحده منهم هطبق على كل الايه؟ الوايندنج واحده على كل الوايندنجز اللي موجوده عندي. تمام؟ طيب فالانجل ثيتا دي لو الريفرنس فريم ده بيدور بسرعه اوميجا يبقى معناها انها متغيره. الانجل ثيتا ار اللي هي بتاعت الروتور معناها برضه انها متغيره. فهو اللي بيقولوا لي هنا بس انه لو كان سيستم ان بالانسد عندي هيظهر عندي فانكشن سينسويدال في الثيتا، وده معناه ان انا بعقد الايه؟ المساله دي. مجرد ده هنت في الحاله بتاعت الايه؟ انبالانسد كونديشن، بيظهر عندي فاكتورز من الثيتا اللي هو بيزود المشكله. طيب بالنسبه للاندكتيف اليمنت برضه القصه هي ان الاي بي سي بيساوي التفاضل بتاع لاندا اي بي سي. في كل حكايه ان انا هربليس الاي بي سي بتاعت الفولتج بي الكيو دي نوت، وهربليس الاي بي سي بتاعت الفلكس لينكج بنفس الايه؟ القصه. فبالتالي انا بتكلم على هنا الفولتج اهو الكي اس ماينس 1 في الدي كيو دي شيرت الاي بي سي، احط له ده الكي اس ماينس 1 في الدي كيو دي نوت اس في التفاضل بتاع كي اس ماينس 1 في الفلكس اي بي سي وكي اس ماينس 1 لاندا كيو دي نوت اس. مشكلتي بقى هنا في تفضل دي باي دي تي. طيب مشكلتي بقى في ايه؟ زي ما قلنا كي اس دي فانكشن في سيتا، سيتا دي فانكشن في الزمن، تمام؟ فبالتالي تنزل الزمن. طيب وبالتالي هنا بفضل معادلتين الاثنين فانكشن في الايه؟ في التايم. فبالتالي بفضل الاولانيه ثانيه زائد ثانيه مطلوبه في او المعامله المطلوبه في تفاضل ماشي؟ طيب يبقى انا عندي كده الفي كيو دي نوت ديت هضرب من الشمال في الكي اس، هيبقى عندي كي اس تفاضل كي اس ماينس 1 في اللندا زائد كي اس في كي اس ماينس 1 في الرابع، احنا ده كان هنروح عليه بعدها. هيبقى عندي ان انا محتاج اعمل ده والجزء الثاني ده بالنسبه لي هيساوي التفاضل بتاع النمبر كيو، يعني من غير ده انا هقول ان الكيو دي نوت هو نفس المعادله اللي كانت بتقول في اكس بي، اللي هو بقول ان الفولتج فيها بيساوي التفاضل بتاع الفلكس. بس اللي حصل عندي ايه ده؟ اللي حصل عندي ترم زي ما بقول هنا المعادله بتاعته بتعتمد على السرعه بتاعت الفريم. لما يعني جينا نشوف بقى الكلام ده بيساوي ايه لما تيجي تعملوا التفاضل ده تلاقي ان التفاضل بتاع البي اس ماينس 1 المتفاضل بالنسبه للزمن او الثاني افضل قوي بالنسبه للسيتا، سيتا هي الفانكشن تايم دي اوميجا، اوميجا دي اللي هي دي سيتا واي دي تي اللي هو سرعه الفريم. في تفاضل بين داخل الداله اللي هو الايه؟ الكلام اللي قلنا هنا اللي ملخصه كستيودنت اساينمنت تقدر تثبت الايه؟ هتلاقي ستيودنت اساينمنت كبيره عايزين مع كل برزنتيشن باي ديفولت ان انتوا في ريبورت يطلع لكم ده الاساينمنت. تمام؟ ده كل اللي مكتوب عليه ستودنت اساينمنت ده من الزكاه مطلوب ان انتوا تجهزوا الريبورت. يا ريت تسميه باسم البرزنتيشن، يعني اسم البرزنتيشن اساينمنت واحد برزنتيشن 2 اللي احنا بنشتغل عليه. طيب ما دام لو عملت الكلام ده هتعرف ان انا ايه التفاضل ده طلع لي هنا واحد، سوري التفاضل ده طبعا قدامنا لو ضربناه في اس يطلع لي الشكل اللي قدامنا اللي هو عباره عن ايه؟ اوميجا واحد. احنا نشوف الرو الاولاني ده كان بيمثل مين؟ الكيوب. فسمعنا انه بيساوي اوميجا في ده مكان الدي. الرو الثاني ده بيمثل الدي. ده بيساوي اوميجا في اللي بيمثل الايه؟ يعني لو جاي اكتب المعادلات ديت
عندما كان لكم بي كيو دي لو بتساوي خلاص ان هم دول فاكر بتنقصوا من التفاضل بتاع العصر ده لو قلنا لو جينا الجزء اللي قدامنا ده كده يبقى زي المعادله بتاعت الاي سي بي كيو دي لو بتساوي التفاضل بتاع العصر الفولتج اللي على الكويل بغض النظر عن جزء الفولتج دروب على الريزيستنس يعني الجزء اللي هو اندكتد بيساوي التفاضل بتاع الفلكس طيب بس النظام عندي بقى ده اللي بنسميه الكوشنال فولتج الاقي احنا بنسميه في بالك بس في فرق بيننا ده اللي هو الفيكتور بتاع البامبر كيو دي لون ده هو بنسميه لندا دي كيو وده بيمثل لي هنا اللندا دي وهنا ماينس اللندا كيو لندا ترانسبوز يعني لو خدت كده الفولتج بتاع كيو هيساوي التفاضل بتاع الفلكس لينكج بتاع كيو بس بنضاف عليه اوميجا في لندا دي لو خدنا الفولتج بتاع دي تاني المنت في الفيكتور تمام هنساوي التفاضل بتاع دي لو تاني المنت في الفلكس لينك فيكتور تمام بس بنضاف عليه ماينس اوميجا لندا كيوز دول بقى اللي بنسميهم الريتشنال فولتج نتيجه ان انا نقلت سيستم عندي ستيشنري كان في الاي بي سي وديته لسيستم تاني بيدور بسرعه اوميجا تمام فظهر عندي ترند بتعتمد على السرعه بتاع الفريم اللي انا عايزه وهو ده اللي بنسميه زي ما قلنا فيه الريتشنال فولتج اللي هو الملخص بتاع المعادلات اللي احنا قلناها من الحاجات بقى المهمه اللي ظهر عندنا ان الفي نوت اس بيساوي التفاضل بتاع الايه اللندا نوت اس هو طبعا هنا في ده اللي بيسموه كارديو ده مازال انا عملت ايه عملت الترانسفورميشن دي هنشوف ان احنا لما نيجي نطبق هنشوف ان احنا حلينا مشكله كبيره جدا اول حاجه انه النقله اللي احنا عملناها ديت للاي بي سي نقلتنا للدي للكيوب الدي اللي هم متعمدين على بعض فاي حاجه ميوتوال ما بين الوايندنجز دلوقتي مش بين الوايندنجز الاصليه ما بقتش ميوتوال في ده لان ما بينهم 90 درجه ما بقاش في ميوتوال كوندكتنسز ما بين الكيو وما بين الايه؟ الدي ده واحده من الحاجات اللي هتخلي لي مشكله كبيره جدا انه كل الميوتوال كابلنج بتاع الوايندنجز في الاي بي سي اللي هتروح للكيو الدي اللي على الكيو مع الدي ما فيش ما بينهم اي ميوتوال يعني معناه انه في الماتريكس ضفت صفر في المكان دوت ما بين الايه؟ احنا متخيلين احنا كده على ماتريكس 6 في 6 وابتدينا من بعض الاليمنتس اللي فيها ابتدت تبقى ايه بس في المقابل طبعا ظهر حاجه المهم جدا بقى كمان ان الفي نوت اس بيساوي يعني بالاضافه ان احنا عملنا الميوتال كابلنج باختصار نتيجه التعاون ان في كده اليمنت طلع لوحده اسمه الفي نوت اس بيساوي التفاضل بتاع اللامدا نوت اس وهنشوف دلوقتي في المعادلات ان اللامدا نوت اس دي معتمده فقط على التيار بتاع الوايندنج اللي اسمها اي نوت يعني دلوقتي الثلاثه وايندنجز بتوع اللي كانوا اي بي سي دول لما بكتب الفلكس لينكج بتاع كل واحده منهم خليها لهم دول اللي هي السته وايندنجز الثلاثه دول حتى لوحدهم بيساوي الاي اس اي اس بي اي دي اس زائد الاي اس بي اس بي اي دي اس زائد الاي اس سي اس بي لايسنس وبالتالي في المعادله التفاضليه بتاعت ان بي اس اللي هي الجزء اللي بكتب بس اللي هو تفاضل دي باي دي تي دي اي اس هيبقى عندي تفاضل الاي اس والبي اس والسي اس فالثلاثة كرنتس كلهم لازم اكتب المعادلة الثانية بتاعت البي والسي واحل الثلاث معادلات تفاضلية. دلوقتي لما اتنقلت الدي هنا اهو كده هنلاقي ان اللاندا اي اس زي ما بنشوف ان البي اي بي نوت اس بيساوي دي باي دي تي اللاندا نوت اس. هنشوف ان اللاندا نوت اس ده هو فانكشن فقط في التيار اي نوت اس. معناه انه الواين دي لوحدها كده اقدر احل المعادلة التفاضلية بتاعتي. الفولتج بتاعها بيساوي التفاضل بتاع قيمه الاندكتنس اللي هنشوفها بتاعت الليكج مضروب في الايه؟ ماي نوت اس يبقى اقدر احل التيار اللي هو اللي اسمه ماي نوت اس ده سيبرتلي من معادله تفاضليه من الدرجه الاولى غير معتمده على الايه؟ التانيين دول لا لسه التانيين دول لسه في علاقه هنشوف اللمده دي واللمده دي فانكشن في الايه؟ اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله احنا دلوقتي زي ما عملنا بقى احنا عملنا الخطوه الاولانيه ان احنا حولنا المعادله بتاعت الفلكس لينكج الفي بيساوي التفاضل ليه الفلكس لينكج نزل زنبه الفلكس لينكج ده عايز تربيهم في اعمل ايه؟ احط الماتريكس اللي توضح الفلكس لينكجز
مع انا كنت كاتبها هنا اهو دلوقتي اللي هو مسمينه احنا اي اس اي اس اي اس بي اس واي اس سي اس وهكذا. دول عايزين نفرغهم فين بقى؟ نفرغهم في الماتريكس. طبعا لما روحنا بقى كمان نبصلهم الرطب، يعني كل ده بنتكلم على ثلاثه ستيشنري واجت، لو بصلهم بتاع الرطب هيبتدي يظهر لي كمان مع الايه؟ مع الرطب الاي اس مع الاي ار والاي اس مع الاي ار. المهم دي شكل الماتريكس في اي بي سي. انا بقى عايز اوديها للدي كيو اعمل ايه؟ برضه هفضل كي اس ناقص 1 هيبقى عندي لونجر كيو كي اس ناقص 1 وبعدين ضغط كي اس كمان شمال. احنا شلنا ده حطينا كي اس ناقص 1 لندا كيو دي نو وبعدين ضغط كي اس شمال دخلني اللندا. بس كمان هنا شال الطياره وحط كي اس ناقص 1 الطياره في كيو دي نو. وبعدين لما ضغط الشمال بقى عندي ماتريكس الكوف في الفلكس زي الريسنس كده الكوف في الفلكس بالطيارات ماتريكس جديده اسمها كي اس ال اس كي اس دي ماينس 1. بغض النظر ان هي بالانسد او ان بالانسد هي فيها اوف دايجونال اليمنتس اللي هي الميوتال كابلنج. يعني الماتريكس دي اللي هي ال دي غير الماتريكس بتاعت الريزستنس. الماتريكس بتاعت الريزستنس انا عندي على الدايجونال اسمها دي كانت سبوت. تمام؟ لحد ال اس لا لحد ال اس انا عندي اللي على الدايجونال ده اللي بنسميه السيلف اندكتنس. تمام؟ لكن عندي هنا كمان الاليمنتس اللي هي ايه؟ بتاعت الميوتال كابلنج اللي هي بتاعت الاي بتتقابل مع البي ازاي؟ بتاعت الاي بتتقابل مع السي ازاي؟ يعني خلينا ناخد مثال مثلا الثلاثة واينجز دول انا متوقع الماتريكس بتاعتي ال اس الاي بي سي الاي بي سي بتاعها بتساوي هنا اللي نسميها ال ام ال ام ال ام وهنا هيبقى في ميوتال سوري نسميه اللي هو السيلف اس اللي هي السيلف انفكتنس. وبفترض ان انها بالانس لو مش بالانس يبقى حضرتك كمان ان هي وهنا هيبقى في ال ام اللي هي النيوتن تمام. ده اللي انا بقول عليه بقول ان الماتريكس دي غير الماتريكس بتاعت الريزستنس هي باي ديفولت هنا طالما في نيوتن كابلنج يبقى هيبقى في هنا اليمنتس ده ايه؟ تمام؟ لو انا بقى حولتها للكيو دي دي قصه ثانيه ان انا بعض ال ام دول هيبتدي يبقوا زيرو نتيجه التعامل ما بين الكيو دي. طيب في الحالة اللي قدامنا دي زي ما بنقول ان انا في السيستم الجديد اللي انا رايح له الماتريكس اللي بتربط لي ما بين الفلاكس لينك كيو دي نود والاي بي والاي كيو دي نود عبارة عن كي اس ال اس كي اس اي ماينس 1. ده المثال بقى بيقول ايه؟ البالانس اندكتف سيركت بس امتى؟ لو ما كنتش عندي ميوتوال كم لو انا عندي ثلاثه وايندز بالانس يعني ال الدايجنال ده قد بعض وكمان ما عنديش اصلا ميوتوال كابلنج ما بينهم مش دي الكيس بتاعتها في الماشين يعني بس بيقول لي ده سبيشال كيس مفيش ميوتوال كابلنج عباره عن دايجنال كلهم قد بعض يبقى ساعتها زي الريزيستنس كده الكي اس الكي اس والال اس الكي اس ماينس 1 هتدي نفس دي ال اس. طيب في المحاضره اللي بعديها الساعه كام؟ طيب خلينا ناخد بدايه بس الموضوع ونكمله كده كده يبقى نستريس عليه المره الجايه. هنا المثال ده اللي هو اكزامبل اللي احنا بنقوله ايه يعني حاجه كده عملي بقى من الكلام ده بيقول لي ايه؟ على سبيل المثال الثلاثه فيزز بتاع ترانسميشن لاين. ثلاثة فيز ترانسميشن لاين دول كل واحده هيبقى ليها السيلف اندكتنس بتاعتها وكمان في ميوتوال كفرنج ما بين الايه؟ الوايرنج بتاعها اللي هو ممثلها بيه الام عنده او ثلاثه وايرنج فرضين على الستيشن بتاع ماشين. الحقيقه وزيهم كمان في الروتر زي ما قلنا الروتر لما بنعمله مع بعض برضه يعتبره ستيشنال لان هو ريلاتيف لبعض اللي هي الوايرنج السرعه بتاعتها صفر. فهو ده اللي حصل احنا يعني المكتوبه هنا دي احنا هنستفيد فيها بعد كده في الاندكشن ماشين وفي السنكروس ماشين ازاي بنطلع الحاجات دي. بس الحقيقه المثال بتاع سنكرونس او الاندكشن ماشين سنكرونس السلندريكال عشان السنكرونس اللي هي السيريال اللي فيها قصه ثانيه الميوتيوال كابلنج ما بين الفيكسد واين بيزول لبعض او اللي هو ريلاتيف ستيشنال من بعض الميوتيوال بيساوي نص ال ام اس وهنعرف ان ال ام اس دي اللي بنسميها الميوتيوال ماجنتايزنج اندكتنس ال ام دي او ال ام اس دي بتساوي الماجنتايزنج اندكتنس بتاعت الوايندنج الميوتيوال ما بين كل وايندنج والثانيه بيساوي نص دي الماجنتايزنج
والسلف يعني فايندنج نفسها الباكتس بتاعتها بتساوي جزء كبير من الدرجه ما بيظهرش في المكتب الباكتس اللي هو ال ال اس ده بيمثل بيك الجنراتورز زائد ايه؟ فكل سيلف اندكتنس اللي هي مسمينها ال اس هنا هي مجموع الليكج بتاعها زائد الماجنتايزنج وهنزل بعد كده ان الريبر اندكتنس ما بين اي تو ويندنجز بيطلع نص الايه الماجنتايزنج. لكن احنا عايزين ناخد ايه هو المثال نفسه اللي احنا بيقول دلوقتي عايز ان من الاي بي سي لماشي للوايندنج زي دي عايز انقلها للكيو دي. طيب الوايند دي ظهر فيها ايه؟ لو ظهر فيها ريزيستنس يبقى انا عندي الجزء بتاع الفولت البي اي اس ده اقدر اترجمه لجزء ايه؟ جزء بي اي اس بتاع الفولت دروب على الريزيستنس تمام؟ وجزء الفولت دروب نتيجه الفلكس لينكج اللي هو عباره عن سماها اللي هو البي اي اس وهكذا نقدر نترجم البي اكس. ده يعني بيتطلب مني ان انا اعمل المعادله بتاعت الفولت الفرنت في التيارات مره الجزء الريزيستنس ومره الجزء الايه؟ الانفرنت. اللي هو في الاخر انا لما اروح للسيستم ده هنا بيكلمني عن سيستم الاي بي سي كورسبوندنج ليه لما اروح للكيو دي برضه يبقى عندي جزء ناتج من الريزيستنس جزء ناتج من الايه؟ من الايه؟ فاللي هيحصل ايه؟ ان جزء الريزيستنس ده عايز اجيبه من جزء الريزيستنس بتاع الطيارات سوري بتاع البوكسز اللي هي موجوده في الاي بي سي تمام؟ فبالتالي المعركه بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي لو الوايندنجز دي بالانسد يعني احنا في الاي بي سي عشان بس الاي بي سي البي اي اس البي بي اس والبي سي اس بيساوي ار اس وزيروس زيرو رابط منين؟ من الطيارات صح؟ ده بيقول لي ريزيستنس كده شكله. طب لما اروح فين الكيو دي؟ الكيو دي قال لي ال V Q G نون S بيساوي هل بيساوي K S P R S K S minus 1 من ال I Q V. فأنا لا بحاول أقول لي دي هي الـ RS اللي احنا بنتكلم عليها ودي اللي أنا الجديدة اللي أنا عايز أستنتجها. ده فين بقى؟ ده الجزء الريزيستر فقط. ده أنا مش بعرف لسه بإيه بالجزء الريزيستر بس عشان دي دايجرام هو قال لي هي هي نفسها دي في الآخر هتبقى الجزء دي فاقدر اكتب المعادلات نفسها بي كيو دي نوت اس سوري بي كيو دي اس وبي دي اس وبي نوت اس بتساوي ار اس 0 وزيرو ار اس من اي كيو اس واي كيو اس وبي اي كيو. ده الجزء الايه؟ الاسهل اللي هو ريزيستر. يبقى المعادله اللي عندي هنا هو الجزء الريزيستر بتاعها ده هو هنا بقى جزء الريزستنس بتاعه ده هو الحقيقه علاقته بالطيارات ليه؟ لا انا الجزء الثاني بقى اللي هو بتاع الايه؟